طريقة المحاشي بالبرغل والخضرة، زيت الزيتون والليمون، محاشي مشكلة، ورق ملفوف، فلافل، كوسة، بصل، بندورة وبتنجان. هلأ هيدا البرغل الخشن أنا هون جهزته بهيدي الطريقة. هيدي الخضرة، بصل أخضر وبصل يابس وبندورة وبقدونس ونعناع وحمص اللي بنستخدمه للكبسة، إذا توفر ما بيأثر، إذا ما توفر مش مشكلة. والزرشك غسلته وصفيته. هلأ عندي البرغل صار كتير بارد، رح أخلطه مع الخضرة. هيدي الحشوة بعد ما أنا خلطتها، حطيت هون دبس فلافل الحلوة، تقريبا معلقتين طعام، فلفل احمر حار اضافته اختياري، تقريبا نص معلقه طعام، ربع معلقه طعام بابريكا، كمون معلقه طعام، فلفل اسود 3/4 معلقه طعام، ربع معلقه طعام قرفه، دبس رمان تقريبا معلقتين طعام ونص، وملح. بالنسبه للبهارات كميتها بتعتمد على كميه الحشوه، وما بنحط اكثر من هيك بهارات. هيدي الخلطه بدها عصير ليمون، فرح احط تقريبا عصير 4 حبات ليمون. ضفت زيت زيتون، كمية زيت الزيتون خلوها تكون شوي زيادة، بتعطي للبرغل لمعة وبتعطيه طعم كتير طيبة. فأنا حطيت تقريبا أزود من نص كوب زيت زيتون، لأنه عندي الحشوة كميتها كبيرة، ودائما الحشوة هيدي كتروا فيها الخضرة، الخضرة بتدوب والبرغل رح يتضاعف شوي حجمه، مش كتير، لأنه أنا نقعته بمي سخنة فهو أخذ كميته من المي، هلأ بس بيستوي جوا المحاشي اللي رح أنا أحشيه فيها. وهيدي الحشوة صارت جاهزة لأحشي فيها الخضرة. وهيدي الحشوة دقوها، لأنه هيدا برغل ما بيأثر وما في لحمة، لتشوفوا بدها ملح بدها ليمون، حالاتها يكون فيها ليمون وزيت زيتون شوي زيادة. جهزت للمحاشي، بدي أعمل ملفوف، ورق عنب، بتنجان، كوسة، فليفلة ملونة، شو حابين تحشوا، حتى بصل فينا نحشي فيهم، لأنها حتكون طنجرة محاشي مشكلة. بندورة، إذا حصلت بندورة جامدة أفضل للحشي كمان رح أحشيهم. دائما ورق العنب بنشيل هيدا العرق لأنه صعب الطبخ. وهي البتنجان والكوسة كتير صورت كيف أنا بحفرهم. وهيدي الملفوف قصيت العرق وهلأ رح لفهم. وهيدي الخضرة يلي رح أحشيها، ورق ملفوف، فليفلة ملونة، وكوسة وبتنجان. هيدي الورق منزود شوي حشو لأن هي خضرة رح تدوب معنا، وهيدي المحاشي حالاتها بالورق تكون الخضرة شوي زيادة فيها. وهيدا الملفوف، أنا بالملفوف لما بعمله بالبرغل ما بخلي حباته كبار، بحب أعملهم أصابع صغيرة بهيدي الطريقة. الفلفل بنحشيه لثلاث أرباعه، الكوسة والبتنجان بنحشيهم لثلاث أرباعهم كمان. إذا بدنا نحشي بصل بناخد الحبة وبنعمل فيها هيدا الشق، ودائما بنختار البصل اللي بتكون شكلها مطاول. عم بغليهم بالمي شي 5-7 دقايق ليطروا الورقات، ومجهزة جاط فيه مي متلجة على طول على المي المتلج وفيه تلج. وهيدا البصل يلي أنا سلقته بالمي المغلية وحطيته بمي متلجة، منشيلهم عن بعض بهيدي الطريقة، بحط شوية حشوة فيهم. في ناس بتكتر، أنا بحب تكون الكمية وسط عشان ما تفتح ورقة البصل معنا، ما بحبها تتفتح وتتخزق معنا. وبهيدي الطريقة بلف البصل. إذا بدنا نعمل بندورة محشية بنختار الحبة الجامدة عشان تتحمل معنا الطبخ، وبعبيها 3/4 حشوة وبنسكرها بالغطا تبعها. والبندورة دايما بتنحط اخر شي على وش الخضرة مش اول شي، لانها بتنطبخ على البخار عشان ما بتتحمل طبخ كتير. حطيت اول طبقة بندورة، بطاطا، ورق ليمون، هيدا قلب البصل اللي تبقى. وهلأ رح بلش رتب ورق العنب اول طبقة. هلأ ورق العنب انا هون رتبته بارض الطنجرة، رح حط عليهم صينية وحط الملفوف وحط تقل فوق الملفوف، هيك انا بحب افصل طبقة الورق عن الملفوف. حطيت الملفوف فوق ورق العنب وحطيت تحتهم صينية. هلأ انا جهزت الصلصة، ليمون، زيت زيتون، شوية دبس رمان وملح، بس هيدي هي الصلصة رح ضيفها عليهم. وهلأ انا مسخنة مي، رح حط صينية، حط التقل فوقهم. انا بخليهم يغلوا هلأ بالمي المغلية نص ساعة، بعدين بحط الكوسة والبتنجان والفليفلة. بعد نص ساعة من غلي الملفوف والورق حطيت المحاشي المشكلة اللي أنا حشيتها، حطيت ملح وحطيت عصير ليمون، رح حط زيت زيتون، ما رح كتر عصير ليمون عشان ما يمرمر، ورح حط زيت زيتون واتركهم. هلأ رح غطيهم بالغطا، وغطي الغطا من فوق بورق ألمنيوم وخليهم يكملوا استوى شي 2 ساعة على النار. وهيدي المحاشي عندي اللي بالبرغل بعد ما استوى طفيت تحتها، حطيت عليها زيت زيتون أقل من 1/4 كوب وعصير 2 حبات ليمون، وهلأ بس يبردوا عندي بسكب.
هلا انا هون جهزت مي بارده، رح ابدا شيل الخضره اللي انا هون حشيتها عن الوش، بعدين برمي الملفوف والورق. دائما لما نسكب المحاشي بنرتبها بصحن التقديم، بنشيل اي حبات برغل او رز كانت عليها. شوي البرغل بيطلع اكثر من الرز لبرا، يعني دائما رتبوا المحاشي تكون نظيفه ما عليها اي برغل طالع منها. وهيدي صينية المحاشي اللي عملتها بالبرغل والخضرة بعد ما سكبتها، البتنجان، الكوسة، الفليفلة، البصل، ورق العنب، الملفوف والبندورة، حطيت شوي من الصلصة اللي طبختها فيها، سقيتن فيها ورشيت رشة بقدونس، حطيت شرايح ليمون للتزيين، وهلأ بقدمها. طعمتها كتير طيب.